أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وانتظرونا في برنامج كلام الحبايب. ومعانا نجمة البرنامج والإعلامية القديرة شيماء الليسي، وبنرحب بيها في أول حلقة بإذن الله تسجلها النهاردة من برنامج كلام الحبايب. بنقول لك انطباعك إيه عن برنامج كلام الحبايب، وهتقدمي للمشاهدين إيه النجمة الإعلامية شيماء الليسي؟ والله البرنامج، فكرة البرنامج بالاشتراك مع الفنان الكبير والمخرج أيمن العربي، احنا اخترنا البرنامج اسمه كلام الحبايب. البرنامج كلام الحبايب، يعني كلمة كلام الحبايب مش شرط ان احنا يبقى اتنين بيحبوا بعض او اتنين مرتبطين ببعض ان احنا هنتكلم الكلام في الحب، لا. مضمون البرنامج ان احنا هنتكلم في مواضيع كتير تخص الأسرة، تخص كل ما يمس القلب، بمعنى صح، من فرح، من حزن، من عتاب، من زعل، من كل ما يخص الحبايب. يعني هنا انت عايزه تلقي الضوء على سلبيات اللي حدثت في المجتمع او في الأسرة المصرية مثلا خلال الاعوام الماضية، وعايزين نعرف الاسباب عشان ندور على العلاج، علشان نصور من حياتنا ونعيش سعداء، ويبقى كلام الحبايب هو يبقى قاعدين مع بعض دايما حبايب. انا الهدف من البرنامج هو ان احنا نجمع الحبايب زي الاول. ففي فرق دلوقتي بين العلاقات في الوسط اللي احنا فيه دلوقتي، في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، وزمان السوشيال ميديا اثرت على علاقاتنا الاسريه وعلى تربيتنا وعلى سلوكنا وعلى الترابط الاسري بيننا وبين افتقدنا كل شيء. يعني ممكن يبقى موجودين لكن يعني في الحقيقه مش موجودين. فانا اتكلم عنها هنا، هل الحب دلوقتي زي زمان؟ هل الارتباط دلوقتي زي زمان؟ هل هنقول العلاقات الاسريه، الارتباط الاسري، الاب برب الاسره باولاده بابنائه بزوجته؟ طيب زي عليكي، وهنستنى منك كل دوت في برنامج كلام الحبايب. انتظروني ان شاء الله حلقه جديده من برنامج كلام الحبايب. شيماء الليسي واخراج ايمن العربي.